سأبدأ معاكم اليوم في شرح الرحلة إلى الهند. وصلنا إلى الهند من مطار كوتشي الدولي، وهننتقل من كوتشي إلى 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 منار. طبعا كوتشي تقع في جنوب الهند، ولاية بالغة الجمال، يعني تعتبر زي الريف الأوروبي كده في الجمال. بل أحيانا يعني من خلال الزيارة هنجد أني أجمل أحيانا في بعض الأماكن من الريف الأوروبي، وأشهر مدينة فيها أنظرها سوا إن شاء الله، وننشر يوميا أنشر لكم فيديوهات عن الرحلة من مدينة أو منطقة منار. هي قرية كبيرة بها منتجعات، مصانع الشاي، مزارع الشاي كما شايفين الآن، هذه مزارع الشاي الجميلة واللطيفة والظريفة، بها طبعا أبقار وقرى للفلاحين، منتجعات، أماكن للمساج والعلاج الطبيعي في الهند. هنعمل فيديوهات يوميا، كونوا معنا في القناة، عن الرحلة وتفاصيلها وكيف الانتقال إليها. وأيضا هتجدوا فيديوهات أيضا عن مدينة كوتشي، فورت كوتشي وركوب العبارة والمنطقة التي أسسها الإنجليز، وأيضا المتاحف، متحف الشاي والمتحف الخاص بالتاريخ البريطاني وتاريخ البرتغاليين. وطبعا لا شك العرب كيرلا تطل على الخليج أو على ما يسمى بحر العرب، والناحية الأخرى خليج البنغال. فخلال الرحلة إن شاء الله سأشرح لكم حكايات ومعلومات عن الإسلام في الهند، عن الهندوسية في الهند، عن علاقة الدين بالثقافة، الفن الهندي وعلاقته بالتاريخ، الملابس الهندية، الموسيقى الهندية. أتمنى أكون يعني في هذه الرحلة إضافات جميلة، فتابعونا إن شاء الله يوميا، ستكون فيديوهات عن الثقافة والفن والمساج والعلاج، وأيضا عن خبراتي في الرحلة والانتقال، هل بالسيارة، هل بالقطار، هل بسيارة خاصة. فكونوا معنا، أنا ياسر غرباوي في السبرتاء مع ياسر، أهلا وسهلا بكم، وتصبحون على خير إن شفتوا مساء، وأيضا صباح الخير إن شفتونا صباحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.